بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكل متابعي قناة الأستاذ محبوس، إن شاء الله أراكم بخير وبصحة جيدة. مرحبا بتلاميذ بكالوريا 2023، إن شاء الله أراكم بخير. اليوم في هذا الفيديو الجديد أردت أن أنبه عن أكبر خطأ يقع فيه تلاميذ البكالوريا. هذا الخطأ أنهم لا يطالعون على البكالوريات السابقة، على الأقل موضوع 2022. طالب يقرأ جميع الدروس، جميع الوحدات، الوحدة الأولى والثانية والثالثة، ولكن عندما يبقى شهر، الشهر الأخير شهر حل المواضيع، هذا شهر حل المواضيع، الطالب يبدأ يتكاسل ويتأثر نفسيا. لذلك أردت أن أحذركم عن خطأ حل المواضيع. الطالب لازم يحل المواضيع، مواضيع هناك متوفرة في جوجل، تطبق من جوجل، ولا يشري حوليات، متوفرة في جميع المكاتب، جميع المواد وجميع الشرح. من أبرز هذه الحوليات، هذه من أهم أو أحسن الحوليات التي متوفرة في جميع المكاتب، هذه طبعة قديمة، طبعة 2016، متوفرة طبعة 2022. ننصح الطالب يشري هذا الكتاب، راه زين مليح، راح ينفعكم. طالب يتدرب على حل المواضيع، فيها المواضيع وفيها الحلول، هذا كتاب رائع جدا، اشروه. اللي ما يقدرش يشري جميع المواد يشري المواد الأساسية فقط، الأدب، الشعب الأدبية يشروا الفلسفة والأدب والاجتماعيات، الشعب العلمية يشروا الرياضيات وعلوم الفيزياء. راح تستفادوا من حل المواضيع، راح تبدو خبرة من حل المواضيع، راح تتمرنوا وتدربوا وتشوفوا الأسئلة كيفاش راح تطرح، التنقيط سلم التنقيط كيفاش يكون، والله راح تستفادوا. هذا من هذا الخطأ، إن شاء الله راح تستفادوا. وفي آخر الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وإعجاب الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.